دكتور جوزيف خوري موجود معنا اليوم، اختصاصي بالطب العائلي. موضوعنا هو ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين. يمكن موضوع كثير من الأشخاص يفكروه غريب ولكنه موجود، لنشوف التشخيص كيف بيصير. أهلا وسهلا فيك دكتور. ثانك يو على الاستضافة. نحن بس نقول ضغط، بنقول يعني 40 وطلوع 50 وطلوع. مزبوط. هلأ الضغط كمان ببلش عند الأطفال وعند المراهقين، وهو هلأ عم بيصير شائع أكتر كونه عنا مشكلة البدانة ومشكلة قلة الحركة. وبتعرف هلأ كتير الأولاد ما عم نروح على المدرسة، عم ندرس على الأونلاين، ما بقى عنا سبار، ما بقى عنا حركة. مزبوط. عم ناكل كتير أكل مضر بالبيت، سو هيدا أكله عم بيكون عوامل مؤثرة لارتفاع الضغط. من أي عمر من أكيد منبلش ننبش على ضغط مرتفع، وهل هالشي معقول يكون وراثي؟ نعم. بال 2017 الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حطت توصية إنه نبلش ناخذ ضغط الدم للأطفال من عمر 3 سنين وما فوق، على القليلة مرة بالسنة، إلا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب، المشاكل بالكلاوي أو مشاكل السكري والبدانة. هؤلاء الأشخاص ساعتها هؤلاء الأطفال نفحصهم تقريبا بكل معاينة بالعيادة. وأكيد الوراثة إذا في مشاكل ضغط بالعيلة أو مشاكل بالقلب هي واحدة من العوامل يلي بتأدي ليكون الطفل أو المراهق عنده ارتفاع ضغط. إذا أول شيء تنشوف كيف بيصير تشخيص ارتفاع الضغط عند الولد، لأنه يعني مختلف شوي عن الكبار ولا نفس الشيء؟ هلا بدنا نقسم بين الاطفال والمراهقين لقسمين، اول قسم بين الثلاث سنين وال 12 سنه، والثاني قسم هو ما فوق ال 12 سنه. نعم. بين الثلاث سنين وال 12 سنه بنتكل على تيبلز موجودين يلي بتعطينا البرسنتايلز النسبه، مثل ما بنعمل لطول الولد ووزن الولد. عادة إذا كان أكثر من 90% هيدا يعني عنده ارتفاع بالضغط، بس ما صار بعد ضغط مرتفع. إذا كان أكثر من 95% حسب الكيرف، ساعتها هيدا بيكون الولد صار عنده الضغط. وأكيد هيدا بيتكل على ثلاث أمور: الطول، الوزن، والجنس إذا كان صبي أو فتاة. أما بالنسبة لبعد عمر 12 سنة منصير مثل الكبار، يعني ارتفاع الضغط المرتفع هو بين ال 12 و13، والواطي فوق ال 8، والضغط المرتفع هو صار فوق ال 13. بضل في النسبة الصغيرة هي الأطفال يلي هن ما دون العمر 3 سنين، هؤلاء الأشخاص بس أو أطفال بناخذ لهم الضغط فقط إذا كان عندهم مشاكل صحية بالكلى أو بالقلب أو السكر. كيف بيتاخذ الضغط؟ أوكي. نفس الماشين نفس الطريقة؟ نفس الماشين نفس الآلة، بس القياس هو اللي بيختلف. جبت معي أنا الكولف يلي بنستعملها، يلي هي بنستعملها كرمال لناخذ الضغط للولد. سو هي على قياس ايد الولد، هي على الذراع. اذا بدنا ناخذها لازم يكون عرضها بغطي 40% من الذراع. نعم. من هون. ولازم تكون رح يكون في اكثر من قياس يعني 100%، ولازم تكون بتلف مره ونص الايد، لانه اذا كانت اقل بتعطينا ضغط خطا، واذا كانت زياده بتعطينا ضغط خطا. هذا الشيء بينسحب على الكبار كمان 100%، لازم ننتبه انه تكون بتلف مره ونص 100%. والشغله الثانيه انه الولد لازم يكون قاعد اجريه اثنيناتهم على الارض، يكون له 3 إلى 5 دقائق مرتاح. رايق. أكيد، لأنه هيدا التحدي الأساسي إنه يكون آخذ. وعلى طول بناخذ الضغط بالإيد اليمين. ليش من اليمين؟ لأنه في واحد من الأسباب يلي بتعمل مشاكل بالضغط هي وقت يكون عندنا مشكلة بالأورطة أو الشريان الأبهر، وعادة بتصير تعطينا الضغط الواطي بالشمال، سو بناخذه على طول باليمين، وإذا كان الضغط المرتفع باليمين ساعتها بنرجع بناخذه بالإيد الشمال وبالإجراء. يعني مرة واحدة ياخذ الضغط كافي لحتى نعرف إذا في مشاكل عند الولد؟ يعني عند الكبار أوقات بنتابع على فترة. مزبوط. هلا نحن وقت يكون عندنا الولد بالعيادة أخذنا له ضغطه، ضغطه نورمال،
خلص منصير مرة بالسنة مثل ما قلنا قبل نفحص له ضغطه. أما إذا كان ضغطه مرتفع بناخد الفاليو ثلاث مرات وبناخد الأفريج تبعهم أكيد بين مرة ومرة بننطر، فينا ناخدهم بالإيدين وبالإجرين تنشوف الفرق، هيك ساعتها بدلنا شو معقول تكون المسببات لهيدا الارتفاع تبع الضغط. المسببات يعني لأنه يعني حكينا بالبداية أنه اللايف ستايل تبعيتنا اليوم يعني كتير محفزة للضغط، ما بيعني أنه ما كان يكون في ضغط عند الأولاد قبل، بس ما كان كتير يمكن في حديث عنه وعن تشخيصه. مزبوط. هلأ تنبلش بعوامل الخطر، فيها تبلش من قبل الولادة من وقت الحبل، وسبب أساسي هي التدخين عند المرأة الحامل، لأنه التدخين عند المرأة الحامل هو ريسك فاكتور تالولد يعمل ضغط بعدين. الشغلة الثانية هي low birth weight، أو إذا الولد أو الطفل خلق بوزن منخفض كمان هيدا ريسك فاكتور أنه يعمل ضغط. في أمور تانية بتحمي، هي الرضاعة. الرضاعة الطبيعية هي شغلة كتير أساسية وبتحمي من أنه الولد يكون عنده ضغط. يعمل ضغط. وأكيد كمان الفاكتورز الأساسية مثل ما قلنا قبل هي الوراثة. هلأ القصص الثانية اللي فيها تعمل ضغط، أكيد عند الصبيان معرضين أكثر من البنات، الوزن الزايد أكيد، يعني وقت عم نحكي وزن زايد يعني عم نحكي بدانة أو سمنة مفرطة. مشاكل النوم، إذا في عندهم الولد بيشخر هو ونايم أو بيقطع نفس هو ونايم، أو يعني نومه منه مزبوط، هيدا فيكون ريسك فاكتور عم بيعمل سليب أبنيا أو يوقف نفس هو ونايم، وهيدا بيقدر يعمل ارتفاع بالضغط. ارتفاع بالضغط. هلأ بس نكمل بالأعمار أكتر، بيصل عنا عوامل تانية، مثلا عند المراهقين الدخان، الكحول عند المراهقين بيؤدي لارتفاع ضغط الدم. أكيد كنا عم نقول الوزن الزايد، قلة الحركة، وقت ما عم نمارس رياضة، هلأ منضلنا قاعدين عم نلعب على يعني على السكرينز قد ما فينا، ندرس كل الوقت، ما عم نعمل سبور، هودي كلهم زيادات. هون يعني اللايف ستايل لازم تكون عم تتغير، طريقة الأكل أكيد يعني نفس الشيء مثل الكبار، كل التوصيات للكبار بتنسحب كمان على الصغار؟ مزبوط. بس كمان شغله كتير أساسية لازم نضلنا مفرقينا، إنه الطفل منه كبير، شخص كبير بالغ بس بعمر صغير. يعني التوصيات مزبوط، مثل الملح لازم يكون قليل، الألبان والأجبان تكون قليلة الدسم إذا شخص عنده وزن زايد، نكون عم النظام الغذائي غني بالفواكه، غني بالألياف، غني بالبروتيين، عم نبعد أكثر عن المقالي والدسم والسمنة. بس التركيز الأساسي عند الأطفال هو على الرياضة، لأنه الرياضة هي الشغلة الأساسية اللي منبلش فيها. حتى لو شخص بارتفاع ضغط الدم؟ نعم، لأنه نحن وقت نقول بدنا الرياضة، نحن وقت شخص يطلع عنده أو طفل يكون عنده ارتفاع بضغط الدم، الشغلة الأساسية كأول مرحلة من العلاج هي أنه أكيد نمشي على دايت، بس الشغلة يلي كتير بتساعده هي الرياضة. الرياضة لازم يعمل بين 30 ل 60 دقيقة الولد مودريت، يعني تقريبا خلينا نقول سبور مش خفيف، وسط. هيدي المرحلة بتساعده تيقشط ضغطه. مجرد ما نوصل، وهيدا تقريبا ندرسها إذا مش الحال ولا لا، خلال 3 ل 6 أشهر، يعني هالقد بنعطيه مجال للولد إذا مش حال السبور وإذا مش حال الدايت. إنما إذا ضمن هيدا المرحلة لقينا إنه الضغط رجلج وصار فيه منيح، ساعتها ما في مشكل للولد إذا ضغطه مسيطر إنه يفوت بكومبتيتيف سبورتس وقصص بتاخذ جهد وطاقة أكثر. لما يكتشف ضغط عند ارتفاع ضغط عند الولد، نحن بنعرف إنه عند الراشدين ارتفاع الضغط مزمن، ما يعني ما فيه رجعة لورا مبدئيا، والأدوية هي على العمر كمان عند الولد ولا ممكن تكون مرحلية عند الولد؟
هلا الادويه نفس الادويه تبع الكبار هي الادويه اللي بتنعطى عند الصغار، مشان هيك دواء الضغط فيه ينعطى ابتداء من عمر 3 سنين والاربع سنين. بس بده يكون اول شيء جربنا بالسبار وجربنا بالاكل وجربنا بهيدا المرحله اللايف ستايل. اذا هيدا المرحله ما مشيت ساعتها بنفوت بالدواء. كمان في شغله اساسيه نركز عليها هي الاسباب يعني نفسية. الضغط 100% في اسباب فينا على طول اذا منشيلها بتساعدنا ليصح الولد منها. نحن بالضغط في عنا برايمري هايبرتنشن وعنا سكندري هايبرتنشن. السكندري هايبرتنشن هي في لها اسباب، كانت بعض الامراض، مشاكل الكلى، مشاكل القلب، انواع من الاورام فيها تعمل ارتفاع للضغط. وقتها تتعالج هيدي في روح الضغط والولد يرجع صحته طبيعيه. انما البرايمري هايبرتنشن هي بنسميها دايجنوسيس اوف اكسكلوجن، يعني فتشنا على كل الاسباب وما لقينا سبب، ساعتها هيدي بتكون. انما شغله مثل ما قلنا قبل اساسيه هي الستريس، وخصوصا عند المراهقين، لانه صرنا بمرحله عم بيكتشفوا الحياه اكثر، معرضين ليصير في عندهم بولينج واشخاص عم بيحطمون، فيها تكون معنويا، فيها تكون نفسيا، فيها تكون جسديا. مشان هيك شغله كثير اساسيه بنركز عليها خصوصا عند المراهقين وقت نكون عم نتاكد على الضغط، هي اذا بيتعاطوا اي نوع من المخدرات، اذا بيدخنوا، اذا بيأرجلوا، اذا عندهم اي مشاكل قلق مزمن او قلق مرضي، اذا عندهم كآبه، اذا بيكرهوا جسمهم. سو هدول الامور كلها فيها تؤدي وتكون عوامل لشخص يعمل ارتفاع بالضغط. في عوارض بتقلنا انه ممكن يكون في ارتفاع بالضغط؟ اجمالا الضغط في يكون صامت، سايلنت، في يكون هو عند الكبار وعند الصغار بنسميه القاتل الصامت. انما ببعض الاحيان الضغط بيقدر يعطي عوارض، وعند الاطفال فيها تكون عوارض عم بيتشكوا منها، مثل وجع الراس، مثل طريق يعني افكارهم ونموهم الفكري، نموهم الجسدي، بنلاقيهم عم بيضلون تعبانين. هون بهيدي المرحله فيها تؤدي لتعملنا ارتفاع بالضغط. لازم يكون في علاج غير معالج ضغط الدم عند الاولاد بيعطي نفس المشاكل من عند الكبار اذا ما تعالج؟ هلا اكيد اذا الولد ما اخذ الدواء هيدا عم بيعرضه ضغط انه يعمل مضاعفات بالقلب، بالكلاوي، بالشرايين على عمر كثير بكير. ومشان هيك منشوف اشخاص عمرهم 30 و40 سنه عم بيعملوا مشاكل قلب ومشاكل كلى. مشان هيك كثير اساسي انه الضغط يعالج ويتابع مزبوط، لانه الولد عم بيكبر، عم بينمى، يعني يمكن الدواء بحاجه يتخفف، يمكن الدواء بحاجه ينزاد. سو هيدا على طول لازم يكون في متابعه دقيقه. نحن بنتوقع بالفحوصات الدوريه عند طبيب الاطفال انه يكون الضغط يعني من اولويات الطبيب، ولا بنطلب هالشيء؟ هو حسب التوصيه لازم مره بالسنه بالفحص الدوري انه يكون كيف بناخذ له طوله للولد ووزنه، انه نكون عم ناخذ له كمان ضغطه، نكون عم نراقب. وفي حال طلع الولد عنده ضغط، ساعتها على ضوء الفحص بنقرر اذا لازم نكمل الفحوصات. وهون كمان بنفرق بالعمر، اذا كان الولد عمره تحت الست سنين اجباري نعمل اكو للقلب، اكو للكليتين، لانه اذا كان في عندنا اند اورجن دامج، يعني بلش الضغط ياثر على الكلى وعلى القلب، هون ساعتها الدواء لازم يدخل بسرعه كرمال نحد من قوه المرض ونكون عم نحمي الولد تيكون عم بيعيش حياه جدا طبيعيه. قلنا انه ممكن الستريس يلي في عنده اسباب عديده كثير يكون عم بياثر على الولد. كيف رح يوصلوا الاهل يعني لحتى يكونوا عم يطلبوا مساعده نفسيه للولد؟ لانه بنعرف انه بمجتمعاتنا وبلبنان كمان اليوم يمكن في حديث عن الصحه النفسيه، ولكن للاطفال ما بعرف قد ايه الاهل يعني واعيين على هالموضوع، مين بده يرشدهم؟ أكيد أول شغلة بدها تصير هي بكل العلاج، إن كان الأكل أو السبور، الأهل لهم دور أساسي، لأنه هن اللي بدهم يحفزوا الولد إنه يعملهم
تيخسر من وزنه تيكون عم بيقشط ضغطه. والاهل لهم دور كثير اساسي بالعلاج، لانه هن يعني الاهل بالنتيجه هن اللي بدهم يساعدوا الولد تيطلع من هيدي الامور. في بكل مدرسه في اخصائيين نفسيه، وفينا على طول نستعين بالقدرات او بخبراتها تنكون عم ننطلق بمرحله علاج نفسي للولد يلي عنده مشكله بولينج او مشكله كآبه او مشكله قلق او مشكله ما بحب حاله، لانه هيدي المشاكل هي موجوده ودائما موجوده، ما رح فينا نكون يعني عم نخلي الولد بمنقى منها، ولكن هو الهدف انه الولد يعرف يتعامل معها. يعني في كثير ناس اليوم ما بيامنوا بانه رح اي نوع من العلاج النفسي يعلم الولد كيف بده يتعامل مع الامور، ما هيدي الامور موجوده وما في منها يعني مهرب. شو بتقلهم؟ بس على طول الطب يعني اول شيء المرض النفسي هو مرض مثل الضغط مثل الكوليسترول مثل السكري. على طول انا بقول لهم لمرضاي اذا قادرين تطلعوا من الكآبه تبعكم لوحدكم ما كنتوا جيتوا لعندي او اضطريتوا تاخذوا دواء. هيدا مرض بحاجه على طول ان نعالجه، بحاجه ان ما نتخبى وراء اصبعنا، لازم نواجهه، لازم نطلع منه. وبهيدي الطريقة بعد فترة رح نلاقي الولد صار مبدع أكتر، صار مرتاح أكتر، إنتاجيته أو شطارته أو أدائه بالمدرسة رح يكون مميز أكتر. إنما إذا كملنا عم نتخبى وراء إصبعنا وخلينا هيدا الستريس أو هيدا الكآبة أو هيدا القلق أو الخوف يسيطر على الولد، رح نلاقي أداء الولد عم بيضعف شوي شوي، ومع الوقت رح نلاقيه أنه ما عم بيقدر يكمل. فيه يكون مرض وفيه يكون بس الولد ما عم يعرف يواجه المجتمع؟ أكيد فيها تكون الاثنين، مشان هيك المساعدة هي يلي بتخلينا نتوجه ونقدر نطلع منها بأسرع وقت ممكن. فإذا ممكن يكون أوقات الولد بحاجة كمان لأدوية تقدر تريح له نفسيته. إذا أكيد خصوص المراهقين، لأنه في عنا هلأ بلبنان في عنا نسبة كتير عالية من أولاد عم بينتحروا بسبب مشاكل نفسية لا ولم تعالج. فأي شغلة بدنا ننتبه لها. جوزيف خوري دكتور، شكرا لوجودك معنا، اختصاصي بالطب العائلي، وبنعرف قد ايه ضروري يعني انه نكون ان كان طبيب الاطفال هون، لانه بعمر كثير صغير اكيد الاطفال طبيب الاطفال هو يلي مسؤول عنهم، او طبيب العائله يقدر يكون عم يعرف هيك التوجه للعائله ككل ولوين لازم تتوجه بالاختصاصات الطبيه الثانيه. شكرا لك. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.